السلام عليكم. كل محاضرتنا ليكشر 3 حتكون عن مثال عن الكلاس C، انه عندنا الـ IP address 203.0.113.0. هذا الـ IP address حنيجي نقسمه عدة IP address او عدة subnet mask. نجي على subnet mask، هنا على السؤال divided the network for each subnet mask، فأنا نعطيتكم IP address رئيسي تقسمون من عنده، تشوفون ايش قد يطلع لكم الهوست، ايش قد يطلع لكم النيتورك، كم نيتورك بالشبكة حسب السبنت اللي اعطيتكم اياه. احنا حناخذ عدة امثلة للسبنت، نبدأ من 24 ننتهي ب 32. اذا على 24 احنا بدنا نشتغل هنا باي كلاس، لازم نعرف الكلاس. احنا هنا بدنا نشتغل بكلاس سي. كلاس سي حيكون عندها 3 اجزاء نيتورك، جزء فقط واحد هوست. على 24 هو الديفولت. تعرفون كلاس سي إذا كان عندكم أول رقم 192 إلى 223، يعني تنتهي كلاس سي عند هذا الرقم. هذا أول رقم تشوفون هنا، إذا بدأت 192 فهي كلاس سي، 193، 194، 200، هذه كلها كلاس سي. فبدنا نجي نحولها للباينري فورم، هذا ديسيمال دوتد. نحولها للباينري فورم، نحول ال 203، 0، 113 والصفر الأخير، كل واحدة من عندهم حنحولها إلى 8 بت. السبنت ماسك اللي نعطينا إياه هو 24 اللي هو أول حالة. من على 24 يعني عندي السبنت ماسك 255، 255، 255، 0، يعني عندي 24 واحد هنا اللي هو الديفولت. ما دام الديفولت ما حيتغير عندي شيء، جزء الهوست هو نفسه، حيصير عندي عدد المستخدمين هي 2 للاكس. الاكس هي عدد الاصفارة، جزء المستخدم، جزء الهوست. احنا فقط هذا نشوف عليه، هنا ما اخذنا شيء منه، فهو صار 2 للثمانية ناقص 2 هي نتورك اي دي والبرودكاست، فصار عندي عدد المستخدمين بهذه الشبكة 254 مستخدم، يعني 254 IP address أنا أقدر أنقل للمستخدمين عندي بالشبكة. زين، كم نيتورك؟ أنا عندي النيتورك نحسبها 2 للواي. الواي هو عدد البتات اللي أخذناها من جزء الهوست، هنا ما أخذنا عدد بتات، فصارت 2 للصفر. 2 للصفر هي 1، فإذا صار عندي نيتورك واحدة فقط، 1 نيتورك، لأن 2 للصفر هي 1، وعندي 254 مستخدم. إذا نجي نسوي لك تيبل نيتورك اي دي، فيرست ادريس خاص بالهوست هذا، ولاست ادريس خاص بالهوست، والبرودكاست هو آخر واحد، آخر اي بي ادريس عندكم هو خاص بالبرودكاست. فهنا النيتورك اي دي هو دوت زيرو اللي نعطيتكم اياه آني، وأخير واحد هو دوت 255 واللي بيناتهم هو للهوست. نجي نسوي لك بلوك دايجرام او كبلوك نتورك اي دي ادريس، وهذا بعدين 254 هوست اي بي ادريس، هذه من دوت 1 دوت 2 دوت 3 4 لحد ما ننتهي 254. نبقى اخر شيء البرودكاست ادريس هو دوت 255. هذا الشكل احنا قسمنا، الاول والاخير خليناه محجوزه، والبقية هي للمستخدمين. ففي حال عندي أني تقسيم على 24، من هنا إجينا خليناه على 25، يعني في حال أني اعطيتكم IP address بالكلاس C وقسمتوه وعطيتكم سبنت ماسك على 25، شلون حتقدرون تحلوا؟ ال 25 من نجي نمثلها بالباينري، هذا السبنت هذا بنمثله بالباينري، فحيصير عندي 1 والبقية صفارة. هذا الرقم يمثل لي بالدسمل 128، فهذا السبنت الجديد، هذا السبنت الجديد. على 24 راح، هسه نشتغل على السبنت الجديد. هنا أخذنا 1، فإذا نجي نحسب هسه عدد الهوست هي 2 للإكس ناقصا 2. كم عدد الصفارة هنا؟ 7.
راح يصير 2 للـ7 ناقصاً 2، وأطلع عندي العدد المستخدمين. النيتورك أجي أشوف هنا كم بت أنا أخذت. النيتورك هي قانون 2 للـ Y. الواي هي عدد البتات اللي أخذناها. إحنا أخذنا بت واحد، فهنا حيصير 2 للـ1، حيصير عندي الناتج 2. هنا أنا كاتبت لكم إياه، هنا حيصير 128 ناقصاً 2، يصير عندي عدد المستخدمين 126. النيتورك قلنا 2 نيتورك، لازم هنا نحسب البلوك، نشوف كل هذه النيتورك الأولى، هذه النيتورك الثانية، كل نيتورك كم IP address تحسبوها عن طريق البلوك. هذا البلوك يحدد هنا أنا عندي 128 مستخدم، 128 العفو IP address، 126 من عندها للمستخدمين، واثنين محجوزات، هذه محجوزات. هذه النيتورك الأولى من 0 إلى 127، الثانية من 128 إلى 255. إذا بلوك تشوفوها بهذا الشكل، هذا البلوك الأساسي اللي كان 256 مستخدم، اللي كان على 24، هسه صار هنا على 25. زين، هذا همين السبنت ماسك خاص بي على 25، هنا كان على 24. فهنا أول تقسيم هذا صار للنيتورك، تقسمت إلى جزئين. الجزء الأول يبدو من الزيرو، هذا الاي دي مثل ما هنا كتبنا، هذه خاصة بالمستخدمين وهذه خاصة بالبرودكاست. نجي على الثاني، هيبدي من 128 نفس ما الجدول كلش يفيدكم بالتقسيمات، وينتهي ب 255، وهذه خاصة بالمستخدمين. فقسمنا الشبكة الكلية إلى شبكتين، كل واحد كل بلوك من عندها حيحتوي على 128 اي بي ادريس. هاي بالنسبة على 25. نجي إذا كان عندي على 26، في حال أنا عندي على 26، هنا التقسيم حيختلف، والآي بي أدريس والسبنت ماسك حيختلف. لا، سبنت ماسك ما دام 26 يعني أنا عندي 26 واحد، لهنا هاي 24 وهذه 25 26. زين، إذا صار عندي كم جزء للنيتورك؟ كم بت؟ 2 لـ2، فحيصير عندي 4 نيتورك. هذه البقية هي خاصة بالهوست، هذه هوست، هذه كلها النيتورك. بس أنا هنا دا أقول عدد النيتورك من هنا دا أحسبها من البتات اللي أخذتها من جزء الهوست. الهوست صارت عندي 2 للـ5، العفو للـ6، 2 للـ6، 2 للـ6. يعني هذه 1 2 3 4 5 6، هذه 6. هذا نحسب الهوست، ناقصاً 2 يطلع لكم هنا 62. هذا 64 ناقصاً 62، النيتورك 4 نيتورك، قلت لكم ليش 4؟ لأن 2 للـ2. بعدين عندنا البلوك، حنطرح 256 من السبنت ماسك، هنا نطلع عندنا الرقم 192 إذا صار على 26. هذه عندكم النيتورك اي دي، عندكم الشبكات، هذه الأولى، هذه الثانية، الثالثة، والرابعة. هنا صار عندي 4 شبكات، الأولى تبدي من 0 إلى 63، يعني أنا عندي هذا البلوك يحتوي على 64 اي بي ادريس، هذا كذلك يمتلك 64، وهذا وهذا. إذا نجي نسوي هنا، هنا كانت على 24، هذا الديفولت، هنا قسمناها على 26، هنا همين على 26، هذه همين على 26، هذه همين. يعني هنا تكتبون هذا أول IP address وتخلوه على 26، الثانية تكتبون هذا IP address لأن هي تبدأ منه على 26، هذه الثالثة تكتبوها تخلوها على 26، هذه الرابعة
هنا تكتبوها تخلون على 26. 27 مثل ما تشوفون أول شيء كان عندي 2 نتورك هنا أول تقسيم 25 ثاني 2 نتورك شبكتين تقسيم على 26 ثاني 4 نتورك كل واحدة من عندها بها 64 اي بي ادريس على 27 حيعطيكم 8 نتورك ليش؟ لأن أنا أخذت هنا 3 بتات هذه 3 بتات أخذتها من جزء الهوست هاي انضمت للنتورك فهنا صار عندي 3 فاثنين للثلاثة هي 8 وهذه البقية هي جزء الهوست ما دام جزء الهوست فاثنين للخمسة هي 32 ناقصا 2 حيصير عندي 30 مستخدم طرحنا 256 من هنا هذا البرودكاست العفو من السبنت ماسك هذا الرقم بس تحاولوه للدسمول حيصير 224 32 يعني أنا عندي 8 شبكات كل واحدة من عدها تمتلك 32 IP address هذا الشكل هذه الشبكة الأولى هي هذه الشبكة الثانية كل واحدة من عدها هذه بلوك الأول يحتوي على 32 IP address هذا البلوك الثاني همين يحتوي على 32 IP address 30 هذه للمستخدمين من هنا لهنا هذه خاصة بالمستخدمين وهذه معجوزات على 28 حيبقى التقسيم يكثر يصير عند 16 نتورك 14 هوست كل بلوك يحتوي على 16 IP address اللي على 29 حيصير عندي 32 نتورك و 6 هوست كل بلوك كل نتورك تحتوي على 8 IP address على 30 اللي على 30 هنا يعني أنا مش قد بقالي بقالي بالتين خاصة بالهوست فاثنين للاثنين هي أربعة ناقص اثنين يساوي اثنين. هذه البقية هي خاصة بالنيتورك، فيصير عندي اثنين. هنا هذه خاصة بالنيتورك، فاثنين للستة حيصير 64. هنا نطرح 256 ناقص 252 يطلع لكم الناتج 4. يعني عندي أنا 64 شبكة. كل واحدة من عدها تمتلك 4 أي بي أدريس. اثنين للمستخدمين. واثنين واحدة للنيتورك اي دي واحدة للبرودكاست نجي على الواحد وثلاثين والاثنين وثلاثين الواحد وثلاثين مثل ما تلاحظون بقالي بت واحد فقط للهوست فهنا اثنين للواحد هي اثنين للواحد هي اثنين ناقصا اثنين حيصير عندي ناتج صفر يعني ما عندي اي مستخدم هنا بالشبكة هذا جزء النيتورك شكد اخذنا احنا أخذت 7 بتات ما دام 7 بتات 2 للسبعة هي 128 هذه 256 ناقصا 254 هيطلع لي 2 هذه الشبكة أبد ما حنستخدمها نهائيا بس ردت أوضح لكم إياها يعني قصدي ما حستخدم هذا السبنت ماسك 31 ما حنستخدمها ليش؟ لأن أنا ما عندي مستخدم بهذه الشبكة 32 همين ما حنستخدمها ليش؟ الاثنين وثلاثين آني كلها هذه صارت كلها صارت نيتورك هذه كلها سب نتورك صار خاص بالنيتورك مدام صار بالنيتورك آني مو عندي أي مستخدم يعني هذا المستخدم اللغة عندي فقط نيتورك 256 نيتورك بلوك واحد بس ما بي أي جزء هوست فهذه ما حتفيدنا عندنا الواحد وثلاثين والاثنين وثلاثين هذا سب نتورك ما حتستخدمه ثاني عندي نيت الهوم وورك اللي اعطيتكم اياه 200.0.1.0 اعطيتكم هنا اي بي ادريس نفسه بس يختلف عندكم هنا سبنت ماسك الاول على 25 الثاني على 27 والثالث على 29 اريدكم تقسمون الشبكه اكوردنج تو سبنت ماسك تقسموا لي اياها حسب هذا السبنت ماسك اللي عندكم سواء كان بجدول سواء كان برسم اريد رسم يوضح كل التقسيمات كل التوفيق